في القاعدة تبعتنا إنه احتمال، هكذا بقرأها، احتمال حدوث أو ظهور H1 اللي هو البداية هاي، علما بأن H2 قد وقع أو حدث، فبنجيب احتمال تقاطعهم على احتمال اللي بعد الشرطة. هذه الطريقة اللي احنا بنحكي فيها، ومنها بنستنتج لو ضربنا تبادلي أن احتمال التقاطع هو احتمال حاصل الضرب أو حاصل ضرب الاحتمالات عفوا. مثال H1 معطيني لام H1 معطيني إياه، لام H2 معطيني إياه، معطيني احتمال التقاطع، شو بدي أنا أحسب؟ لام H1 علما بأن H2 قد وقع، أو لام H1 بشرط أن H2 قد وقع. القانون شو بيقول؟ بيقول جيب لي التقاطع وقسمه على اللي بعد الشرطة لام H2. احتمال التقاطع معطيني إياه 2 من 10، على اللي بعد الشرطة اللي هو H2 5 من 10. نضرب في 10 البسط والمقام بيطلع 2 على 5. الآن بدي يعني أحسب احتمال H2 بشرط أن H1 قد وقع. يعني بنجيب احتمال H1 تقاطع H2، لأنه التقاطع تبديلي، H1 تقاطع H2 هو نفسه H2 تقاطع H1 على احتمال H1. فالتقاطع هو 2 من 10 على 6 من 10 اللي هو احتمال H1 اللي بعد الشرطة اللي هو 6 من 10. نضرب في 10 الطرفين بيطلع 2 على 6 اللي هي ثلث. هيك بكون انتهى السؤال. في تجربة عشوائية، إذا كان لام H1 بيساوي ثلث، لام H2 بيساوي 5 على 12، احتمال التقاطع بيساوي 9، بدي أنا أحسب لام H2 بشرط H1. بنطبق القانون على طول، H1 تقاطع H2 على احتمال اللي بعد الشرطة، مين هو؟ لام H1 على لام H1. الآن بس مجرد عملية تطبيق، التقاطع هو 9 تقسيم، أنا بديش أكتبها على هيك، تقسيم ثلث. احنا اخذنا بالرياضيات انه لما يكون في عندي قسمة كسور بحولها الى ضرب وبقلب المقسوم عليه، اختصر بيطلع ثلث. انتهى السؤال. الان خلينا نجيب الثانية اللي هي لام H1 بشرط ان H2 لم يقع. هيك بقراها، H2 لم يقع. لو بنطبق القانون رح نقول هيك، لام H1 تقاطع متممة H2 على اللي بعد الشرطة، لام H2 متممة. إذا هنا أنا مضطر أستخدم القوانين تاعت الاحتمالات. يلا أنا H2 متممة H2 أو عدم وقوع H2 مش عندي، بس عندي لام H2. أخذنا إنه لام H2 زائد احتمال المتممة بيساوي 1. طيب احتمال H2 اللي هي 5 على 12 زائد لام المتممة بيساوي 1. ما هو الواحد أنا بقدر أكتب 12 على 12. لو ودينا الخمسة على 12 لهناك بيطلع لام H2 متممة بيساوي 12 على 12 ناقص 5 على 12 بيطلع 7 على 12. إذا المقام هون راح يكون 7 على 12، وهذه احنا أخذناها في القوانين هي نفسها لام H1 ناقص H2. إذا هي عبارة عن لام H1 ناقص لام H1 تقاطع H2 على طبعا هون راح يكون 7 على 12. يلا الآن نبدأ نستبدل لام H1 قديش؟ ثلث. إذا هاي بنشطبها بنحط مكانها ايش؟ كنت محط مكانها ثلث ناقص التقاطع عندي، عندي 9. إذا هاي بختصرها هون وبكتب، اشيلها وبكتب مكانها ايش؟ 9 هون، بس عشان افرغ للحسابات. هاي 9 خلص. نطرح ثلث ناقص 9، بنوحد مقامات هنا 9، نضربهم في 3 والبسط في 3، فبيطلع 3 ناقص 1 ويساوي 2 على 9. يعني هذه كلها بقدر اشطبها واكتب مكانها 2 على 9. تمام. الآن بعد ما خلصنا من هيك، القسمة حكينا بتتحول إلى ضرب في المقلوب، بصير 2 على 9 ضرب 12 على 7. إذا بدكوش تختصره بصير 24 على 63. انتهى السؤال.